لكن ما زالوا الناس قاعد يسافرون إلى الآن تبارك الرحمن، يعني عندهم مجال إنه باقي تقريبا شهر تو الناس على الدراسة. ليه كم أول 9:30 تقريبا؟ أعتقد الهيئة التدريسية تداوم 8، أعتقد ما ما ماني متأكد بالضبط، بس أعتقد 8-9 تداوم الهيئة التدريسية. إحنا أهم شيء عندنا الطلبة. خلى الطلبة السانسور الهيئة التدريسية إن شاء الله بعدين. لا؟ إيه. إيه لا فيك شيء عليهم. في سفرة في ما شاء الله الأعداد. أنا إن شاء الله إن شاء الله بهدكم. ما تحمل غيابك عاد قريب ان شاء الله. نعم خلونا مشاهدينا نروح لنوف ونتعرف معاها على اولى فقراتنا الميدانيه. نوف لك المايك. شكرا باسل وعسى الله يرزقنا سفره حالنا حال نجيب ان شاء الله قريبا. اما الحين نتوجه الى المطار، مطار الكويت الدولي اللي يشهد ارتفاع ملحوظ بحركه المسافرين وفق اخر الاحصائيات الصادره بشهر 4 اللي طاف من الاداره العامه للطيران المدني. وصل عدد المسافرين الى 1.1 مليون مسافر، والعطلة الصيفية إلى الآن مستمرة، ودائما هالفترة تشهد حركة كبيرة في تنقلات المسافرين اللي زادت بنسبة 11% عن السنة اللي طافت. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل قناة الأخبار الزميل فهد التركي. صباح الخير فهد، كيف هي حركة المطار في هالفترة؟ صباح الخير نوف، صباح الخير باسل، صباح الخير نجيب، تحية لكم ولمشاهدي برنامج إشراقة كويتية من قناة الأخبار. نوف يعني يبدو أن نجيب يعني وباسل مشتاقين يعني أنهم يأخذون إجازة فيما تبقى من فترات الصيف ومغادرة يعني البلاد إلى بعض الدول ذات الأجواء الباردة. يعني مطار الكويت في انتظاركم باسل ونجيب ونوف أيضا، وإن شاء الله نتمنى لكم إن شاء الله رحلة سعيدة في قادم الأيام. مطار الكويت الواجهة الحقيقية والمشرقة لدولة الكويت من خلال الجهود الكبيرة التي تبذل من كافة القطاعات في الإدارة العامة للطيران المدني بالتعاون مع مطار الكويت ووزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى في سبيل تسيير وتسهيل حركة المسافرين من وإلى دولة الكويت، بما يعكس الوجه الحضاري الحقيقي لدولة الكويت من بوابة مطار الكويت الدولي ومطار T4 والمطارات الأخرى التي تنتشر في البلاد من أجل تقديم وتسهيل كافة الخدمات المقدمة للمسافرين. وربما يعني الصورة من خلفي تعكس الحرص الكبير من قبل إدارة الطيران المدني بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى والشركات وخطوط الطيران في مطار الكويت الدولي من أجل تقديم أفضل الخدمات لكافة المسافرين وتسهيل حركة مغادرتهم وقدومهم إلى دولة الكويت. ماذا بشأن جهود الإدارة العامة للطيران المدني ومطار الكويت بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى لتسيير وتسهيل حركة المسافرين؟ كل ذلك وأكثر سيكون حاضرا معنا في الحديث الذي سيجمعنا مع السيد منصور الهاشمي مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني. صبحك الله بالخير سيد منصور. في البداية كل الشكر يعني للجهود التي تبذل من قبل كافة الكوادر الوطنية في الإدارة العامة للطيران المدني ومطار الكويت في سبيل تسهيل حركة المسافرين من وإلى دولة الكويت. كيف ترون المشهد في هذه يعني الساعات وسط زيادة عدد المسافرين في جانب وتقديم كافة الخدمات المتميزة لكافة المواطنين والمقيمين في مطار الكويت الدولي؟ صباحك الله بالنور مشاهدينا الكرام واخواننا الكرام الموجودين بالاستديو. لله الحمد الإدارة العامة للطيران المدني وضعت خطة تشغيلية كاملة وفق العطل والأعياد وموسم الصيف، ولله الحمد الحين بدينا في العد التنازلي إلى عودة المسافرين في جميع مباني الركاب وفق الخطة والإجراءات التشغيلية الموجودة اللي توافق مع الشروط والأحكام وخطة قياس مؤشرات الجودة في جميع مباني الركاب على الحصص الزمنية
لركاب في وصولهم ومغادرتهم مباني ركاب في انتهاء إجازة الصيف. ولله الحمد موسم على قولتهم خذيناه بوتيرة كاملة من النشاط والاجتهاد في جميع مباني الركاب في جميع الإجراءات والقطاعات المعنية لذلك. ولله الحمد إن شاء الله في استقبال عودة جميع المسافرين في جميع مباني الركاب على الخطة المنشودة والإجراءات العمل اللي حاطينها إن شاء الله فيها. بالذات منذ بداية فصل الصيف نجاح كبير لخطة يعني التشغيل في مطار الكويت يعني الدولي ومطار تي 4 والمطارات يعني الأخرى بفضل يعني التعاون بينكم وبين وزارة الداخلية وجهات وشركات وخطوط الطيران. نعم لله الحمد الجميع شارك في على قولتهم وصولنا للخطة المنشودة والتزام في جميع إجراءات التشغيلية وجميع المهام المطلوبة في جميع القطاعات بالإدارة العامة للطيران المدني والشركاء الموجودين وشركات الطيران المقدمين الخدمات والشركاء من وزارة الداخلية وإدارة العامة للجمارك وكلهم في اختصاصه. لله الحمد وصلنا إلى الخطة الموضوعة والتشغيلية إلى مطار الكويت الدولي واعتمادها. ولله الحمد إحنا الحين قاعد نحصد إنتاجية موسم الصيف كلها في توافقنا مع الاشتراطات والالتزامات المطلوبة في تناغم وعلى قولتهم تكامل في جميع الاشتراطات. ولله الحمد إن شاء الله نقطف ثمارها في انتهاء إجازة موسم الصيف في النجاح والخطة التصحيحية في جميع المثالب اللي صارت فيها مشاكل ناخذها بعين الاعتبار على أساس أن نحل جميع الأمور اللي كانت فيها مشاكل معينة. جاهزين يعني إن شاء الله لقدوم كافة المسافرين إلى دولة الكويت مع كما ذكرت بدء العد التنازلي لانتهاء فصل وعطلة الصيف. لله الحمد احنا وضعنا خطة كاملة شاملة في المغادرة والعودة على حسب إجراءات التشغيل ومباني الركاب نسبة وتناسب مع الجداول الزمنية والحصص في عودة الركاب توافقا مع الشروط والأحكام لذلك لانتهاء كافة عودة جميع الوجهات السفر في تسهيلات وإجراءات والتزامات وتطبيق جميع عناصر الجودة الخاصة في ذلك. سيد منصور الهاشمي مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني كل الشكر والتوفيق لكم، نتمنى لكم يعني النجاح الدائم من بوابة دولة الكويت مطار الكويت الدولي. يا حياك الله مشاهدي الكرام. كل الشكر والتقدير للسيد منصور الهاشمي مدير إدارة العمليات في الطيران المدني والشكر الموصول لكل يعني الجهات والجهود التي تبذل من أجل تسيير حركة المسافرين في مطار الكويت الدولي واجهة دولة الكويت المشرقة. نعم نوف. إذا نقول قواك الله للزميل فهد التركي من مطار الكويت الدولي وشكر موصول كذلك لضيفك الكريم.